المتميز والجميل. يوم نادوها على صوت استخفت كن هنا يشهى من الأشياب واير عدها. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، أرقى تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير والمسرات في هذا اليوم، يوم السبت 26 من شهر مارس لعام 2022 للميلاد، ضمن تحديات هذا المهرجان الختامي، ضمن منافسات هذا التجمع التراثي في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. أميرنا الغالي، أميرنا المحبوب الذي دعم هذا الموروث الشعبي، دعم رياضة الآباء والأجداد، فشكرا من القلب إلى القلب يا سيدي على هذا الدعم السخي. الشوط، الشوط الختام ينطلق، الشوط 14 الخاص بالثنايا في مساء الثنايا، في يوم نكشف من خلاله خفايا وأسراري هذه الظلل الأصايل بما تخبي لنا من إبداعات، من مفاجآت جميلة. 8 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الظلل الأصايل، سن المسافة الطويلة. هنالك النيسان باترول ستيشن اكسي، جائزة للفائز بالمركز الأول ولبقية المراكز جوائز نقدية، نتمنى التوفيق للجميع. الشوط انطلق بأسماء مقدمة الشوط، المركز الأول معراض الدحبة بن حمد بالدليلة باللويع ينطلق على البداية الأولى. حاضرين أبناء دولة الإمارات، فمرحبا بالضيوف، مرحبا بمن حضر، بمن أتى، بمن شرفنا هنا في دوحة الخير، هنا في درة ميادين السباق، ميدان التحدي بالشحانية. مرحبا بالجميع. المركز الثاني أتابع فدى أمبارك بن بخيت المنصوري الحاضر في هذه اللحظات، ينطلق على المركز الثاني مقدم لنا انطلاقات شعاره مع فدى أمبارك بن بخيت المنصوري. المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات من يثرب فيصل بن راشد بن طالب الشريم المري، حضر مع يثرب اسم مميز، اسم خطير الحاضر في هذه اللحظات. النقل والدور الى المركز الرابع لكي نتابع نحن واياكم ايها المتابعون الكرام خلف الشاشات عبر قناة الريان وقناة الكاس الفضائية. والله اللي حضرت في هذه اللحظات، حضرت الجابرية مسري بن سالم بن عبيد الحميري يحضر على المركز الرابع، بينما المركز الخامس اختم بهذا النداء لكي يتابع الحضور في هذه اللحظات. اثار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يحضر في هذه اللحظات القادم على المركز الخامس. هكذا ايها المتابعون الكرام، ايها المستمعون الافاضل، اذعت على حضراتكم وعلى سامعكم الكريمة الخمس المراكز الأولى المتواجدة في دائرة هذا النداء وما خلف الخمسة. والله ياهي من أسماء خطيرة وقوية بالفعل تتواجد، ولكن العودة
العودة إلى بداية شوطه لكي يتابع معرض الدحبة بن حمد الدليلة بالويع. ينطلق على البداية مقدم لنا معرض في هذه اللحظات، تنطلق تقود المسيرة نحو النيسان باترول ستيشن اكس اي، جائزة غالية ثمينة، سيارة تنتظر. الله وناموس، واي ناموس، ناموس على ارضية هذا الميدان، ميدان الشحنية، درة ميادين السباق. نتمنى التوفيق للجميع. المركز الثاني، اتابع الحضور من فهد مبارك بن بخيت المنصوري، يمبارك في هذا المساء. لمن سوف نبارك؟ لمن سوف نبارك المنصوري الحاضر المنطلق مقدم لنا انطلاقة فهد؟ المركز الثالث، اتابع الحضور من الجابرية، حضرت بدأت بالاقتراب رويدة الرويدة، مسري بن سالم الحمير حضر في هذا المساء القادم على المركز الثالث. ولكن الاسم اللي تسلل في هذه اللحظات من المركز الرابع الى المركز الثالث، اول نزال رعود عبد الله بن محمد بن سهيل بالذويب العامري الحاضر على المركز الرابع. المركز الخامس، اختم بهذا النداء الحضور من الشعارات المميزة التي لطالما صالت وجالت في جميع انحاء ميادين السباق. هنا شعارات قوية لها ثقلها في جميع الميادين، تحضر هنا في درة ميادين السباق للمنافسة الشريفة. الحضور مرحبا 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 يا الهاجري الحاضر في هذه اللحظة. العنود عنود الصيد صادتني وانا منصاد، حضر في هذه اللحظات منصور بن محمد الخيارين الهاجري، حضر في هذه اللحظات. شعار خطير، شعار لطالما عانق منصات التتويج بانجازاته، يحضر الخيارين. وعلى وين الخيارين؟ على وين؟ الى نحو النيسان باترول ستيشن اكس، ينتظر العودة الى بداية الشوط، العودة الى المركز الاول، الى الصدارة الاولى. افهد امبارك بن بخيت المنصوري، امبارك الى هذه اللحظات، الى هذه اللحظات. صامت صمود الجبال، صامت صمود الجبال، انطلق الى البداية. ولكن دير لبالك الخطر ثم الخطر من الجابرية، امسري بن سالم الحميري. والله يا هو شوط، والله يا هو شوط، باسمائه المميزة بشعاراته الخطيرة اللي حضرت اللي طلت علينا، بدأت بالاقتراب شعاراتهم من الخلف. الحاضر على المركز الثاني، تغيير طرى وجرى بهذه اللحظات مع الجابرية، امسري بن سالم الحميري. المركز الثاني، الخيارين بدأ يقترب، بدأ يقترب رويدة الرويدة الحاضر بهذه اللحظات مع العنود، وكذلك اول نداء للي حضرت للي طلت، حضرت الصايلة علي بن حمد بن راشد بن مقارح، حضر في هذه اللحظات من المركز الثالث الى المركز الاول، المركز الرابع. وتابع حضور في هذه اللحظات من معروف الدحبة بن حمد الدليلة بالويع. المركز الخامس، وتابع فهد مبارك بن بخيت المنصوري، حضر في هذه اللحظات على المركز الخامس. كذا هي النتيجة، العودة. اقتربنا ايها المتابعون الكرام، اقتربنا من النيسان باترول ستيشن. لمن 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 لمن؟ الله بن مقارح، بن مقارح انطلق بهذه اللحظات مع صايلة
علي بن محمد بن علي بن مقارح الى البداية، ولكن الخيارين حاضر على المركز الثاني، ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات مع العنود منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين الحاضر على المركز الثاني. المركز الثاني الجابرية امسري بن سالم الحميري، ورابع عنه حضور من فتى مبارك بن بخيت المنصوري. المركز الخامس اللي حضرت اللي طلت الله رعود عبد الله بن محمد بالذويبة العامري. الله يا هذا الصراع، صراع وثنايا، صراع وثنايا. الله الصايلة علي بن حمد المقارح المقارح، ولكن بالذويب كالشرع عن نيابة حضر بهذه اللحظات. انه الكيل الاخير، الكيل الخطير. اي صراع، اي صراع، اشتد الصراع بهذه اللحظات من اجل النيسان باترول ستيشن. المقارح الصايلة، الصايلة، رعود 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 الى هذه اللحظات اثبتت الوجود. شعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري، وما كنت ذيب قلت كالديابه راح نحو النيسان باترول ستيشن. انطلق الى بدايه ما شاء الله، ولكن الله اللي حضرت عادت الصايلة علي بن حمد بن مقارح الحاضر على المركز الثاني. امتار الصراع، هذا هو الصراع من اجل بقاء. بالذواب 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 روح العامري الى الناموس الغالي الى النيسان باتول ستيشن، ولكن بن مقارح اللحظات الاخيرة. الله الله الله، راحت رعود 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 عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري. عنوان هذا الشوط المركز الثاني الصايل علي بن حمد بن مقارح، المركز الثالث الجابرية مسري بن سالم الحمير، المركز الرابع المركز الرابع روح محمد بن صالح الحمير، المركز الخامس المركز الخامس مريف مسلم بن علي بن الدري المنصوري. ما شاء الله تبارك الرحمن لمالك رعود عبد الله بن محمد بن سهيل العامري. وعنوان لهذا الشوط شوط الختام رعود من انتزعت النيسان باترول ستيشن على حضورها المميز. والله شكل وأداء بالفعل، تهانينا والمبروك لحظة وصولها وفوزها قاطعت مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 40 ثانية بدون أي تجزئة من الثانية، بينما اللي حلت على المركز اللي حلت على المركز الثاني الصايلة بشعار علي بن حمد بن راشد بن مقارح. التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية 66 جزءا من الثانية، شعار الصايلة علي بن حمد بن راشد بن مقارح. المركز الثالث المركز الثالث الشعار الجابرية مسري بن سالم الحميري من حضر هنا 12 دقيقة 45 ثانية 92 جزءا من الثانية. تهنئة ألف مبروك للجميع، الكلمة والميكروفون إلى الزميل العزيز مطلق بن علي العنزي. شكرا وليد العنزي. أيها